السلام عليكم. لفظت الهدنة الأخيرة أنفاسها ولم تتوقف ألسنة اللهب لحظة واحدة قبل الهدنة وبعدها وأثناءها. انتصارات تعز عقب انتهاء الهدنة هي المؤشر الجديد على صعيد المعادلة العسكرية على الأرض، خصوصا أن الأمر متعلق بأهمية ما تم تحريره من السلسلة الجبلية للدفاع الجوي في الجبهة الغربية. حصيلة المواقع العسكرية التي تم تحريرها ترجح الكفة الميدانية للجيش والمقاومة على الأرض. وبحسب تصريح الناطق باسم الجيش الوطني في تعز الذي أكد أن هنالك تقدم كبير أحرزه الجيش الوطني في جبل الدفاع الجوي، كما أن الجيش الوطني يحرز تقدما كبيرا في الأقروض ويتمكن من السيطرة على مكامن الخلل، وما زالت المعركة مستمرة حسب قوله. وأشار إلى أن الميليشيات تقصف بالأسلحة الثقيلة الأحياء السكانية ومواقع الجيش الوطني في معظم الجبهات القتالية. على الصعيد المدني تجري اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تحقيقات ميدانية في الدمار الذي خلفته الميليشيا في الجحملية التي شهدت دمارا ممنهجا وانتهاكات واسعة طالت المدنيين. في ظل مخاطر تتهدد حياة الراصدين جراء القصف المستمر من قبل الميليشيا للأحياء المدنية. إذن مشاهدينا الكرام، ماذا بعد السيطرة على المواقع المهمة كالدفاع الجوي؟ وهل ستستوعب الحكومة والتحالف حجم هذه التضحيات؟ ماذا عن أهمية وجود السلطة السياسية إلى جوار السلطة العسكرية، خصوصا بعد دمج الكتائب وفصائل المقاومة تحت قيادة عسكرية واحدة؟ حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فدعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. على مرمى هدنة مثخنة بالخروقات تعود العمليات العسكرية في محيط مدينة تعز أكثر ضراوة، حيث أعلن قائد محور تعز أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على موقع الدفاع الجوي الاستراتيجي شمال غرب المدينة، بالإضافة إلى السيطرة على حي بازرعة وأسوار معسكر التشريفات شرقي المدينة. وكانت تعز قد شهدت في الأيام التي سبقت ساعات الهدنة مواجهات عنيفة أسفرت عن تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في أكثر من جبهة، خصوصا الجحملية ومحيط القصر الجمهوري. تساؤلات كثيرة حول ما بعد التحرير ومدى اهتمام الحكومة والسلطة المحلية بتعز بل والتحالف ومقدار التضحيات التي يقدمها رجال الجيش والمقاومة الشعبية. يرى مراقبون أن على السلطة المحلية تفعيل دورها ووجودها عبر توفير خدماتها الإغاثية وتقييم الآثار وتنفيذ آلية ما بعد الحرب في المناطق المحررة. تزداد الضغوط بعد تحرير المناطق من قبضة الميليشيا، وتزداد أهمية وجود السلطة السياسية إلى جوار السلطة العسكرية، خصوصا عقب انضواء كتائب وفصائل المقاومة تحت قيادة عسكرية واحدة. تبدو سماء تعز ملبدة بغبار الحرب وأثار الدمار الذي تتسبب به قذائف الميليشيا، خصوصا في المناطق المحررة التي أصبحت هدفا لأسلحتها الثقيلة. اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قالت أن ميليشيا الحوثي وصالح انقلابية تسببت في إحداث دمار كبير في المنازل والمنشآت العامة والخاصة في حي الجحملية الواقع إلى الشرق من المدينة، نتيجة زرعها الألغام وقصفها الأحياء بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وبحسب فريق اللجنة فإن 195 منزلا ومنشأة خاصة وعامة تعرضت للدمار، وهي مساحة تتوزع على 70% من إجمالي مساحة الحي، فيما لا تزال المساحات الباقية مزروعة بالألغام ويتعذر دخول الفريق إليها. أعضاء فريق اللجنة الوطنية وأثناء توثيقهم لانتهاكات وجرائم الميليشيا تعرضوا لقذيفة أطلقتها ميليشيا الحوثي أثناء عملهم، ليظل ذلك هو الحدث الأكثر رسوخا في أذهان اللجنة وذاكرتهم. إذن مشاهدينا الكرام، ضيفي في حلقة المساء اليمني لهذا اليوم الكاتب والصحفي فهد سلطان عبر سكايب، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فهد سلطان. أهلا بك معنا. بداية لو تحدثنا عن أهمية التطورات العسكرية الأخيرة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة في تعز، ما الذي يعني تحرير الدفاع الجوي؟ نعم، في حقيقة الأمر الأحداث التي تجري في تعز والمناطق التي حرضت في تعز مناطق كثيرة ومناطق هامة، أصبحت المقاومة الشعبية اليوم أو الجيش الوطني اليوم يسيطر على مناطق واسعة. باتت جماعة التنظيم اليوم محصورة في أماكن محددة وقليلة وضعيفة وباتت مشتتة،
يعني استطاعت المقاومه خلال الايام القليله الماضيه ان تحرز تقدمات كبيره وتحرر عدد من المناطق في الجبهه الشرقيه بشكل رئيسي وبشكل كبير. تقدمت يعني استطاعت ان تحسم منطقه الجحفل بالكامل والعسكري، ووصلت اليوم على الى معسكر التشريفات. وكان الحدث الاكبر والابرز اليوم هو سقوط تباب الدفاع الجوي، وهي اهم منطقه استراتيجيه عسكريه استطاعت المقاومه ان تسيطر عليها سيطره كامله. ما الذي تعنيه المعركه استاذ فهد من ناحيه التحول على الصعيد العسكري والسياسي؟ معركه تحرير المنطقه الشرقيه بشكل اساسي هي منطقه مهمه جدا، يعني ستكون لوضع المدينه مختلف عما قبلها بشكل كبير. سيتحدد وضع المحافظه بشكل اوسع، وربما مع التغييرات العسكريه التي اليوم جاءت مصاحبه لهذا الحدث الكبير الذي او الزخم الكبير الذي افرزته المقاومه خلال اليومين الماضيين. نعم. ثلاثه الايام الماضيه. نعم، برايك استاذ فهد هل ستستوعب الحكومه والتحالف مثل هذه التضحيات وهذا التقدم؟ هو كان الاولى ان تكون هذه المعركه قد حسمت منذ وقت مركب، كان عدد من الملفات لم تحسم بشكل كبير. كان التحالف يشعر بانه لا يريد ان يكرر نفس التجربه التي حصلت في مناطق الجنوب التي يعني خرجت الحوثيون من الباب وعدت ايران عبر الحراك الجنوبي من النافذه كما يقال. ربما كان تاسيس الجيش الوطني ودم وسائل المقاومه يعني كان على الاقل هذا هو مبرر التحالف، الى جانب ان الحكومه وهي كانت مقصره بشكل كبير ولا زالت حتى الان في مساله حسم الوضع الاقتصادي. يعني كان اهم ما يعيق مساله تحرير محافظه تعز بشكل كبير بالدرجه الاساسيه كان الملف الاقتصادي. كانت الحكومه غير قادره على يعني مساله حسم او تحمل مسؤوليه مدينه يقدر عدد تعداد سكانها او المتواجدين فيها باكثر من 2 مليون او 3 مليون شخص. فكان الوضع الاقتصادي الى جانب كان قضايا اخرى، لكن اعتقد انها ربما مع التحول الجديد الذي حصل الان المقاومه والجيش الوطني بهذه الانتصارات ربما قد حسمت هذه الملفات. في اليوم الجيش الوطني بات اكبر قوه مما كان عليه من قبل، المقاومه باتت يعني متماسكه اكثر. الجانب الاقتصادي اعتقد انها ستحسن خاصه معنا قريبا، وربما ان هذا يعني سيدفع الى تحرير المدينه بالكامل. نعم استاذ فهد، يعني برايك ما الذي تغير في يعني سير المعركه خاصه في الاونه الاخيره؟ وجدنا هناك تقدم كبير لافراد المقاومه والجيش الوطني. هي كانت المقاومه مستعده منذ شكل مبكر، المقاومه كانت على استعداد كامل، كانت قادره على حسم المدينه منذ يعني كان هنالك بعض العراقيل في مساله يعني التمويل، في مساله الدعم العسكري. كان الجانب الاقتصادي كما قلت لك هو احد ابرز الملفات التي كان يؤخر مساله التحرير، وكان التحالف يتخوف من ان تتكرر، يعني لم يكن هنالك الجيش الوطني متماسك بشكل جيد في مدينه تعز فتتحرر المدينه ويحصل فراغ كبير، وربما يعني بعض الاشكاليات التي كانت موجوده في المدينه تكون هنالك مثلا عناصر المدسه او الخلايا النائمه في المؤتمر الشعبي العام تفرز وضعا سيئا فيما بعد المقاومه وتدخل في صراعات. هذا احد التخوفات من قبل التحالف العربي، لكن ربما زالت كثير من هذه الاشكاليات في هذا الاثناء. نعم استاذ فهد، يعني اليوم تم تغيير قياده المنطقه العسكريه الرابعه، برايك ما الذي يمكن ان يسهمه مثل هذا التغيير؟ التغييرات ربما الوضع الذي يجري الان في تعز هو الذي فرز هذه التغييرات وجاءت في الوقت المناسب، لكن نتمنى ان تكون تغييرات حقيقيه لا ان يتكرر لتجارب فاشله عودتنا الحكومه في عدد من القرارات بمئات القرارات الفاشله التي يعني كانت تعطي رد سلبي او وضع سلبي للغايه. كان من ضمن الاشكاليات التي تقوم بها الحكومه يعني انها تضع يعني تبحث للشخص عن وظيفه ولا تبحث للوظيفه عن ولا تبحث للموقع عن شخص، وهذه كانت واحده من الاشكاليات الكبيره. ولذلك خلال عدد من القرارات سواء المدنيه او العسكريه كانت تفرز واقعا سيئا، وكانت تفرز عن فساد وتفرز عن محسوبيه، وربما بعض القرارات كان يعني يتواجد فيها علي عبد الله صالح او الانقلابيين او كانوا على الاقل يتنفسون ويستعيدون كثير من يعني من ضرب او الاستهداف من خلال
نعم، ربما فقدنا الاتصال بك أستاذ، سنحاول التواصل بك مرة أخرى. طبعا صدر قرار رئيس الجمهورية بالعديد من التغييرات والتعيينات العسكرية بالذات، ربما أبرزها فيما يخص حلقة اليوم هي تغيير القيادة الرابعة بتعيين العميد ركن فضل حسن محمد قائد المنطقة العسكرية الرابعة قائدا للواء الثاني مشاه. وعاد معنا الأستاذ فهد، تفضل أستاذ فهد، كنت تتحدث عن مدى ما يمكن أن يسهمه مثل هذا التغيير في وضع تعز. كما أسلفت قبل قليل كنت أتمنى أن يكون هذا القرار قرارا حقيقيا، لأن قائد المنطقة العسكرية الرابعة في الفترة السابقة عندما كان يطرح له عدد من الأسئلة أو عدد من الاستفسارات حول عدم الدعم لمدينة تعز أو تحريرها ولماذا توقفت، يعني كان يقول أنا ليس لدي صلاحيات، أو هو على الأقل لم يكن يستطيع حتى أن يعني يتحكم بما يسمى بالحزام الأمني. نتمنى أن تتجاوز هذه الإشكالية في هذه الأثناء، أن تكون هذا التغيير يواكب الأحداث ويواكب يعني التطورات العسكرية الجارية على الأرض. نتمنى أن يتم حسم ملف مدينة تعز بشكل كامل. هذه المدينة صبرت كثيرا وتحملت كثيرا، أعتقد أكثر مما يجري الآن، وخاصة مع الضغوط التي تجري بسبب الوضع الاقتصادي المتردد لهذه المحافظة قد ينقلب عكسيا، قد يصادر كل النجاحات التي حققتها الشرعية خلال الفترات الماضية. نعم. اعتقد هي تستشعر، على الاقل نحن يعني نقول اليوم انها ربما استشعرت امام واقع قد يصادر كل هذه النجاحات اذا لم تحسن اداره الملف بشكل جيد. نعم استاذ فهد، يعني باعتقادك بعد هذه المناطق التي تم تحريرها، ما الذي تبقى حتى نستطيع القول انه يجب او تم تحرير تعز بالكامل؟ باقي مناطق محدوده، باقي منطقه سوفتيل والقصر الجمهوري في تعز وهو الان محصر بشكل كبير من ثلاث جهات، وباقي منطقه سوفتيل ولكن هي مرتبطه بتبت السلال، هذه المنطقه اذا سقطت ستسقط معها مباشره يعني سوفتيل. اذا سقطت هذه المنطقتين سنكون الان امام منطقه الحوبه المفتوحه بالكامل، بعدها المطار، بعدها وبعدها بعد يعني سنصل الى حدود يعني حدود ما يسمى باليمن الشمالية مع الجنوبية، يعني ستتحرر أغلب المناطق الموجودة في الجبهة الشرقية باتجاه منطقة الحوبان طريق صنعاء تعز. نعم. طيب أستاذ فهد، يعني المعركة الأخيرة لو تحدثنا كمعادلة عسكرية يمكن أن تحقق شيئا أو توازنا في المعادلة السياسية، ما الذي يمكن أن تقوم به؟ طبعا جماعه الحوثي وعلي عبد الله صالح يعرفون جيدا ان تعز حجر الزاويه، ان هذه المدينه السيطره عليها هي تفرض وضعا سياسيا، من يسيطر على مدينه تعز يستطيع ان يفرض وضع سياسي او يضغط حتى على المسار السياسي. جماعه الحوثي اليوم فشلت فشلا كبيرا، على الاقل منذ عام ونصف العام او سبعه اشهر حتى الان لم تستطع ان تحقق ما كانت تسعو عليه في محافظه تعز. على الاقل عدد من المحللين العسكريين كانوا ينظرون الى ان الطريقه التي تقوم بها جماعة الحوثيين كانت تقوم على محورين، محور محاولة السيطرة والمحور الآخر توسيع دائرة الخراب والاستهداف للناس والمواطنين داخل هذه المدينة. لا يمكن يعني لا يمكن لجماعة أو لا يمكن لحزب أو لا يمكن لأي فريق سياسي أو عسكري أن يسيطر على قرى ومناطق في عدد من الأرياف الموجودة داخل مدينة تعز إلا إذا كان المسألة تخرج من مسار السيطرة إلى مسار الفساد والتخريب، ويعني محاولة إرباك وإضعاف المقاومة، ولكن تحولت مثل هذه الامور على الجانب الضد، يعني دفعت استنزفت جماعه الحوثيين بشكل كبير داخل مدينه تعز، باتت اليوم لا تسيطر الا على اجزاء بسيطه بسبب تواجد المؤتمر الشعبي العام وليس بسبب تواجد جماعه الحوثيين. هي في الظاهر جماعه الحوثيين والتي تدير المعركه، لكنها في الباطن او في حقيقه الامر هو يعني ما تبقى من بعض عناصر الحرس الجمهوري وبعض من المنتمين الى حزب المؤتمر الشعبي العام، ولكن في حقيقة الأمر هم الآن فشلوا وأمام هزيمة ساحقة، وخاصة بعد الانتصارات الأخيرة ستحدد وضع هذه المدينة، ستقوي من نقاط قوة الشرعية ومن قوة التحالف. وأعتقد الرئيس عبد الرب منصور هادي من خلال التصريحات الأخيرة أو رفض المبادرة الأخيرة كان ينطلق بسبب ما أحرزته المقاومة في وضع في مدينة تعز من نقاط فارق قوة. نعم، هل تتوقع أن المبادرة الأخيرة دورها في تسريع عملية تحرير تعز خاصة من جهة الحكومة والتحالف؟
هي كان الأولى أن تكون كذلك، لكن أعتقد مسألة حصن مدينة تعز اليوم وصل التحالف العربي، وصلت الشرعية إلى أنه لم يعني لا حد إلى أن تتحرر هذه المنطقة أو تحرر مدينة تعز بشكل كامل. هنالك تخوفات كبيرة أنه إذا استمر الأمر على ما هي عليه قد ينقلب الأمر عكسيا، ستدفع التحالف أو ستدفع الشرعية بشكل أساسي ثمن ذلك التباطؤ. مدينة تعز جريحة بشكل كبير، يعني استوزفت بشكل كبير وقاومت، ويعني أكثر مما ينبغي الآن ربما سيكون له مآثر سلبية. يجب أن تتحرر هذه المدينة بشكل أسرع وبشكل أقوى، لأن هذا التحرير سينعكس على وضع البلد بالكامل وسيؤثر حتى على مسار العاصمة صنعاء. طيب أستاذ فهد، يعني نلاحظ أن هناك تنظيم في سير المعارك هذه المرة ربما أكبر من كل المرات السابقة، هل تتوقع أنه يعني هذا نتائج إدماج يعني فصيل المقاومة مع الجيش الوطني أصبحت يعني واضحة أكثر مما من أي وقت مضى؟ هذا واحد من الأسباب، وواحد من الأسباب وكل التكتلات داخل المقاومة كلهم متفقين أو الجميع متفق على أن دمج المقاومة بالجيش الوطني هو الحل الأبرز والأهم لهذه المدينة. لا ينبغي أن يكون هنالك تكتلات عسكرية خارج دائرة الجيش وخارج دائرة السلطة المحلية، هذه النقطة مهمة. النقطة الأهم أنه من خلال الأشهر الماضية ونستطيع تحديدا أن نقولها منذ تعيين الفريق علي محسن الأحمر يعني قائدا يعني تغيير يعني نائبا لرئيس القوات العسكريه او القائد الاعلى للقوات المسلحه، نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه، تغيرت المعادله في كثير من المناطق على مستوى محافظه مارب، على مستوى منطقه الجوف، على مستوى باستثناء مدينه ميدي فقط. كان هنالك كنا نلاحظ عدد من التكتيكات العسكريه، فك جبهه في مكان واغلاقها في مكان اخر، ارباك الانقلابيين بشكل كبير، اظهار الجانب الاعلامي في منطقه، ثم ظهور المقاومه في منطقه اخرى. يعني ما حصل في مدينة تعز ينعكس كما ذكرت بسبب التغيرات الجديدة التي حصلت داخل ترتيبات الجيش، وبسبب أن هنالك ربما إدارة حاولت أن تستفيد من كثير من الأخطاء التي رافقت سيرها وعملها خلال الفترات الماضية. نعم أستاذ فهد، يعني على صعيد أيضا الجانب المدني هناك الكثير من يعني التحقيقات التي يعني تتم في هذا الصدد. دعنا نستضيف معنا الأستاذ عبد الرحمن برمان، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان من بانكوك. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. فقدنا الاتصال، لا بأس، نحاول التواصل بك مرة أخرى أستاذ عبد الرحمن. نعود إليك أستاذ فهد، يعني ونحن نتحدث يعني كنا بصدد الحديث مع الأستاذ عبد الرحمن برمان في بخصوص التحقيقات التي تتم، وأيضا هناك يعني منطقة الجحملية التي دمرت دمرا شاملا كما تم الحديث عنه وكما نقلت لنا بعض الصور المؤسفة لما حدث هناك، ولكن أيضا هناك يتعرض الراصدون لكثير من الضغوطات وكثير من المخاطر، وتابعنا ما حدث لفريق اللجنة الوطنية لادعاءات حقوق الإنسان، كيف تعلق؟ أنا أقول حتى الآن مع الأسف الشديد لم تستطع المقاومة رغم إعلامها، لم يستطع الشرعية رغم إعلامها، رغم القنوات الحكومية والخاصة أن تنقل حقيقة المعاناة وما يجري داخل مدينة تعز أو في عدد من الجبهات. الوضع الإنساني كان وضعا صعبا، جماعة الحوثيين مارست أبشع الجرائم، لم تستطع حتى نقل ما يجري الآن. التقرير ذكر أن هنالك يعني ما يقارب 200 منزل دمرت بالكامل، بعضها أو كثير من هذه البيوت دمرت بالألغام، بالتفجير، بهدمها، باستهدافها بشكل مباشر عدد من المحلات التجارية. كان هنالك نهب منظم لأغلب المناطق. نعم، عند هذه النقطة أستاذ فهد يعني سأعود إليك، ولكن اسمح لنا أن ينضم إلينا أيضا عاد الأستاذ عبد الرحمن برمان، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان عبر الهاتف من بانكوك. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور لك والضيوف الكرام وأيضا للمشاهدين جميعا. اهلا بك استاذ عبد الرحمن، وبدايه يعني قبل ان نتحدث عن سير اعمال اللجنه الوطنيه حدثنا عن المخاطر التي يتعرض لها الراصدون عفوا. نعم، جميع الراصدين في الميدان وايضا المحققين واعضاء اللجنه نزلوا الى كثير من المناطق، ويوم امس اختتمت اللجنه زيارات الى منطقه الضالع
العسكري كان موجود في عدد من اعضاء اللجنه كانوا في الضالع، والعدد الاخر كانوا موجودين في البيضاء. وايضا في تعز هناك مخاطر كثيره. في تعز حدث انه انفجر لغم اثناء تواجد اللجنه في احدى المناطق، كانوا يرصدوا بعض الحالات. حصل انفجار وقتل الاشخاص بجوار اعضاء اللجنه والفريق الرصد. وايضا اليوم حصل هناك قصف اثناء تواجد فريق الرصد في احدى المناطق، الا ان الله سبحانه وتعالى قد سلم. هناك مخاطر كثيره يواجهها الرصد، خصوصا مناطق الصراع والمناطق التناس. نحن نركز في هذه الفتره على المناطق التي لا زالت الحرب مستمره فيها، كي نلفت نظر المجتمع الدولي وايضا كل من يستطيع ان يقوم بشيء قد يخفف على المدنيين ما يتعرضوا لهم من انتهاكات كبيره. اكثر ضحايا الحرب منذ بدايتها المدنيين هم ضحاياها. يعني هناك ايضا تدمير متعمد للبنيه التحتيه، وكثير كما لاحظتم التقرير الذي صدر امس حول حي واحد او حاره واحده وهي حي الجحمليه، هناك تدمير كبير جدا حدث له. ربما يعني نحن الفريق يقول انه دخل بعض المناطق بعض الحارات وجد انها شبه مدمره وكاننا في حلب او الفلوجه او الموصل. يعني هناك في تعز مسائل انسانيه كبيره كما هي موجوده ايضا في البيضاء، ايضا في الضالع، في مريس وقعطبه، مناطق كثيره كلها تتعرض. اكثر ما يتعرض القصف هو على المدنيين وايضا على الاعيان المدنيين. طيب هل وجدت اللجنه الخاصه يعني هل وجدت اللجنه الوطنيه يعني نداءها للمنظمات الدوليه والجهات للقيام بدورها ايضا للضغط على يعني ايقاف القصف على الاحياء المدنيه، خاصه وانت تتفضل بالحديث عن ان هناك اكثر من منطقه هي معرضه للقصف ولتضرر المدنيين؟ حقيقه انه حتى هذه اللحظه لم نجد التجاوب المطلوب الذي يحدث شيء على الواقع. لا زالت الحرب مستمره ولا زال الضحايا تغطون في كل لحظه. يعني في كل يوم هناك ضحايا مدنيين، هناك اطفال، هناك نساء، هناك مستشفيات تقصف، هناك مدارس، هناك نازحين، هناك الغام تنفجر، واكثر ضحايا الالغام هم الاطفال ومن النساء ومن المدنيين. يعني لم الضغط الدولي الذي مورس اعتقد انه هناك يعني يتجه حول الحل السياسي، وهذا ياخذ وقت طويل، لكن لا يوجد هناك فعل حقيقي لايقاف الدمار والذي يحدث في اليمن وايقاف القصف الذي يحدث للمدنيين والقتل الذي يتعرض له المدنيين. حقيقه نحن نعمل على شقين، الشق الاول هو تفكيك هذه الانتهاكات واعدادها في ملفات موثقه حتى نستطيع استخدامها في المستقبل امام الجهات القضائيه عندما تتعافى اليمن، وايضا نستخدمها امام ايضا الجهات الدوليه. هناك لجنه العقوبات الدوليه، هناك مجلس حقوق الانسان، هناك ايضا يعني منظمات دوليه تستفيد او ربما تطلع على الوضع في اليمن ما الذي يحدث. الشق الاخر نحن نفرض نظر العالم في هذا الوقت في هذه اللحظه ندعو الى ايقاف جعل المدنيين هم الضحايا والاهداف. يعني اخلاقيات الحرب غابت، والاتفاقيات الدوليه واتفاقيات جنيف غابت، هناك نشر لكل القيم واخلاقيات الحرب، واصبح المدنيين هم الضحايا. هناك معتقلين كثير، هناك وفيات داخل السجون، نحن نرصد مع في كل المحافظات هناك حالات تعذيب حتى الموت، وهناك ايضا حالات تعذيب ادت الى الشلل وادت الى يعني بس اعضاء في جسد حول الاشخاص الذي تم اعتقالهم. هناك ما حقيقيه يعني في اليمن، اعتقد انه ما يقوم به المجتمع الدولي غير كافي حتى هذه اللحظه. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن برمان، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من بانكوك. أستاذ فهد سلطان، أنت وسادة المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى. معنا أستاذ فهد،
أستاذ فهد، استمعت لحديث الأستاذ عبد الرحمن برمان وهو يتحدث يعني بصورة مؤلمة عن الوضع الذي يعني تطاله كثير من المناطق المدنية والسكان المدنيين جراء القصف المتوالي عليهم. لا أحد يستطيع الضغط على التوقف لهذا القصف المستمر. حاولوا كما تحدث الأستاذ عبد الرحمن الكثير من التواصل مع المنظمات الدولية والجهات الدولية المعنية بهذا الأمر، ولكن الجميع يتجه نحو الحل السياسي الذي ربما يأخذ أمدا طويلا في ظل أن أي يوم يعني وجود قتلى جدد. كيف تعلق؟ في نقطة مهمة أنا أراها في غاية الأهمية، جميع الجيوش دائما الجيوش أو جيوش العالم التي تشارك في أي معارك هي تتلقى تدريبات، تتلقى تأهيل، تتلقى تعليم، تفرق تفريقا جيدا وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. يعني هذه على الأقل في الحد الأدنى لا تتوفر لدى جماعة الحوثيين. نحن أمام جماعة دينية مسلحة تنطلق من بعد طائفي ومن بعد ديني ولها انتقام وتمارس عملية انتقام واسعة على الشارع اليمني، تهلك الحرث والناس، كل ما يواجهها أو كل ما تواجهه يصبح محل الاستهداف. هنا الخطورة، نحن أمام جماعة نستطيع أن نصفها جماعة مجنونة، جماعة لا تتعامل، ليس لها حدود أخلاقية لا في الجانب الأخلاقي ولا في الجانب القيمي ولا في الجانب القانوني ولا في الجانب العرفي. يعني استطاعت ان تهتك كل هذه الاسرار وان تمارس ما يحلو لها، يعني وتمارس كل ما يخطر على بالها. نحن عندما تكون الحرب امام جماعه بهذا الصنف فنحن امام كارثه مروعه، نحن امام عدد كبير من القتلى، امام عدد كبير من الجرحى، من المدنيين اكثر مما صفوف المقاتلين وصفوف العسكريين. نحن امام دمار شامل عندما ندخل، يعني عندما تنقل بعض الصور وبعض الكاميرات من داخل الاحياء والسكنيه، يعني تشعر بحجم الدمار، بحجم وما لم يصل إليه الدمار تصل إليه القذائف أو تصل إليه الألغام وتسوى بالأرض. إلى يعني يضاف إلى ذلك عملية نهب منظمة، عملية نهب منظمة. يعني كان هنالك عدد من التقارير يعني والذي قمت بإعدادها تحديدا، نعم، في عدد من المناطق التي دارت فيها معارك يتم عملية نهب لجميع المساكن بلا استثناء بمعدل يصل إلى 100%. يعني نحن أمام كارثة مروعة لم تحصل في تاريخ اليمن بهذه الطريقة المجنونة التي تمارسها جماعة الحوثيين بهذا الحد. نحن أمام يعني كوارث، أمام عدد من الانتهاكات داخل السجون، انتهاكات في الأسواق، انتهاكات في الشوارع، انتهاكات في كل مكان. يعني شيء مرعب وشيء غير عادي. ولذلك ويضاف إلى كل ما يجري أن هنالك تراخي من قبل المجتمع الدولي في الوقوف مع الشعب اليمني، مع الشعب الأعزل الذي تمارس عليه مثل هذه الأفعال. بل إضافة إلى ذلك نجد هنالك دعم ومساندة على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي. يعني هنالك يعني الشعب اليمني يواجه يعني حالة لم تسبق له من قبل بهذه الشراسة وبهذا القبح. يعني نعم، يعني مثلا أستاذ فهد، يعني بعد جزء بسيط من المشهد، يعني عدد المنازل التي تعرضت للدمار في الجحملية بحسب فريق اللجنة الوطنية لإدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أحصى 195 منزلا ومنشأة خاصة وعامة معرضة للدمار. يعني ما الذي تبقى وكيف سيعود الأهالي إلى هذه المنطقة؟ نحن يعني أمام أكثر من مشكلة، النازحون خرجوا من بيوتهم ربما يعودون إلى مجرد أنقاض، هناك الكثير من فقدوا وظائفهم أعمالهم، خاصة الحديث أيضا عن المنشآت الخاصة والعامة. هناك تحدي كبير يقف أمام الحكومة خاصة بعد تمشيط كثير من المناطق التي كان يسيطر عليها الحوثيون. نعم صحيح، نحن أمام كارثة مروعة. ولذلك ينبغي يعني للحكومة، للدولة، للشرعية أن تعمل حدا فاصلا، أن تدعم المقاومة والجيش الوطني دعما، أن لا تسمح بعودة هذه الميليشيات مرة أخرى. الناس اليوم في وضع إنساني صعب للغاية، نسبة النزوح يصل إلى 100% في بعض المناطق بسبب كثافة النيران، بسبب الاستهداف المباشر، بسبب هنالك القناصين، بسبب أن كل ما يتحرك يعني سواء صغيرا أو كبيرا، إبراء أو شيخ، يعني كل شيء أصبح في عرضة للاستهداف. يعني الآن لا زال عدد يعني 70% بهذا المستوى من الدمار، وهنالك 30% لم يستطع الوصول إليها بسبب أنها ملغمة من قبل هذه الجماعة المجنونة. نحن أمام خراب لم يحصل من قبل. هنالك مستوى يعني
يشعر المتابع أو يشعر الملاحظ أن هنالك عملية انتقام ممنهجة، ليست العملية عملية حرب والبحث عن أماكن سيطرة من أجل أن تفرض وضعا سياسيا. نحن أمام عملية انتقام واسعة، أمام عملية تهجير، أمام عملية قتل، أمام عملية استهداف تمارس مثل هذه الجماعة. لا يمكن بأي حال من الأحوال لأي مراقب أو محايد يعني حقيقي أن يصف بأن هذه حرب من أجل تمركز أو من أجل الحصول على نقاط من أجل تسوية سياسية. نحن أمام يعني جماعة تمارس القتل وتمارس الدمار في أعلى صوره وفي أعلى مستوياته. يعني أغلب هؤلاء المقاتلين غير مؤهلين، أغلب هؤلاء المقاتلين يعني من المرتزقة، من المجرمين، من الذين كانوا عليهم جرائم سابقة في السجون، أعطوا الضوء الأخضر بكل يعني بأن يمارسوا كل ما يحلو لهم. هنالك عملية تحشيد، هنالك عملية انتقام، هنالك عملية تعبئة خاطئة. يعني نحن وجدنا عدد من هؤلاء الأسرى وهم أمام وسائل الإعلام وأمام الكاميرات يتحدثون بحجم يعني بالحجم الكبير الذي تلقاه من التحشيد، بالحجم الكبير الذي تلقاه يعني من التعبئة الخاطئة. يعني ما يحصل على الأرض هو انعكاس طبيعي لشكل تلك التعبئة وبهذا الحجم الدمار الذي مورس على عدد من المناطق، وكما هي اليوم منطقة الجحملية والتي أصبحت منطقة منكوبة، ويجب على الإعلام الرسمي والحكومي والخاص أن ينقل هذه المأساة إلى الرأي العام بشكل واضح وأن يتحرك. هل هناك تقصير في هذا النقطة أستاذ فهد؟ يعني عدم إيصال رسائل الواقع كما هو والتدمير كما هو حاصل للرأي العام كما تفضلت؟ أنا شخصياً يعني يقدر الناس كثير الوضع الصحفي ووضع المراسل ووضع القنوات التي لا تستطيع، لكن أعتقد أن هنالك يعني قصور، هنالك عدد من الوسائل يستطيع أن يتعامل بها الصحفي أو يتعامل بها الوسيلة الإعلامية سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مشاهدة أن تنقل من المعاناة، يعني أن تصل إلى المواطنين، إلى النازحين، أن تصل إلى أن ترافق بعض عدد كما هو يحصل الآن. ولكن الصورة أنا شخصياً أنا ابن تلك المنطقة، أنا قريب من تلك المنطقة على بعد 10 دقائق من القرية التي أسكنها أو التي عشت فيها، أعرف تفاصيل تلك المنطقة وأعرف حجم الدمار الذي حصل لهذه المنطقة، شيء كبير ومهول أكثر بكثير مما تنقله وسائل الإعلام. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ فهد يعني أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد النقيب القيادي في المقاومة الشعبية من تعز. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير عليك وعلى جميع السادة المشاهدين. نود أن نسمع منك أستاذ محمد آخر ما وصلت إليه المقاومة والجيش الوطني خاصة بعد تحرير الدفاع الجوي، وما أهمية ذلك بالنسبة للمعركة العسكرية؟ حقيقة معسكر الدفاع الجوي هو بمثابة المكان المتموضع في خاصرة المدينة، وبالذات ما بين بير باشا ومنطقة الحصب ووسط المدينة، وأهميته بالغة بالذات عندما كان هناك تسلل خلال الأسابيع الماضية لعناصر من القناصة اعتلوا بعض المرتفعات وألحقوا أذى في محيط مدينة النور ومحيطها وتعطلت المدارس مما ترتب عليه إرباك المقاومة الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية، ونظرا لأن الأداء أصبح أكثر جدارة واقتدار و استطاع بفعل مدروس أن يحقق انتصارات الأيام الماضية في الجبهة الشرقية، تمكن من خلالها من سحب تلك الجموع المتبقية المنهزمة للميليشيات، حاولت تسد بعض تلك الأماكن التي اندحرت منها، فتمكن الأبطال من إحراز تقدم في معسكر الدفاع الجوي. وأهمية هذا المعسكر تتمثل بإطلالته على شارع 50 وعلى مؤخرة اللواء 35 وبرباشا، بالإضافة إلى محاذاته لجبل جرة والجنوب، ومن خلال سيطرة الأبطال على هذا. هناك معركة أستاذ محمد يعني في ثلاث جبهات كما تابعنا، الجبهة الغربية والشرقية وريف تعز أيضا، ما الذي تشكل هذه المعركة الواسعة من أهمية؟ المعركة الواسعة تكمن أهميتها بالقدرة بالتناغم في الأداء ووحدة القيادة وجدارتها لتحقيق الانتصارات وقدرتها على تحقيق المكاسب ومحافظتها عليها. هناك متغير كبير ربما المتابع يلحظه من خلال
سير المعركة في مدينة تعز وضواحيها وأريافها. هناك تغير كبير، هناك وحدة في القيادة، في التخطيط، غرفة العمليات، الترتيبات، تنظيم خطى مدروسة رغم شحة الإمكانيات والحاجة الملحة للإسناد والمؤازرة. اليوم أصبحت الروح المعنوية للمقاتلين عالية جدا، اليوم أصبحت الميليشيات مكشوفة ومفضوحة أمام الصغير والكبير، وأصبح اليوم الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ينطلق من حاضنة اجتماعية قوية ومساندة ومؤازرة ومعينة، وبالإضافة إلى المناطق التي ما زالت تحت سيطرة الميليشيات أبناؤها ينتظرون الجيش الوطني ووصوله إليهم بفارغ الصبر، لأن الناس بسبب هذه الميليشيات تعطلت مصالحهم وتعطلت حركتهم ولحق بهم الأذى، كما لحق بالوطن بمهمله جراء هذه الأفكار الصبيانية التي أوردت الوطن الموارد المهالك. واليوم الجيش الوطني في تعز وهو يحقق هذه المكاسب الأفضاء في جميع جبهات القتال على مستوى خارطة الوطن، فتعز كما هو معروف للجميع فتعز في كل اليمن، واليمن كل أبنائه موجودون في تعز ممثلين في الجبهات يقاتلون ويدافعون ويدحرون هذا الانقلاب والمشروع الجمهوري. نعم أستاذ محمد، يعني أود أن أسألك عن مدى إسناد الجيش والمقاومة من قبل الجيش الوطني والتحالف العربي أيضا، يعني ما مدى ما تم إسناده حتى رأينا كل هذا التقدم في أكثر من جبهة؟ حقيقة كان هناك حلقة مفقودة ما بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز وما بين قيادة التحالف المشكورة على جهودها التي تدافع التي أسهمت بشكل كبير لوعد هذا المشروع التفكيكي الذي هو مضر لها وللجزيرة ودول الخليج كما هو مضر لأبناء الوطن. الحلقة المفقودة تمثلت في قيادة المنطقة الرابعة، كان أداءها حقيقة يعني عليه مآخذ كبيرة وكان لا تقوم بالدور الكفيل بالدور المناط بها والمطلوب منها والواجب عليها قيام به. التغييرات اليوم تبشر. نعم هذه التغييرات ما مدى تأثيرها على سير المعركة إذن؟ لا نستطيع أن نقول بشكل متسارع، نحن نأمل، لكن الأيام القادمة سوف تتكشف مدى الجدارة ومدى القدرة على تلافي تلك الأخطاء والقصور والقراءة القاصرة التي كان لا ينبغي أن يقعوا فيها ولا يتعاطوا بفكر تجزئي وتفكيكي ترتب عليهما آثار سلبية على الجميع. فتعز هي جزء من هذا الجسد اليمني والتجاهل احتياجات جيشها الوطني ينعكس سلبا على كل الجبهات. والمنطقة الرابعة نأمل ونحن نشكر هذا التغيير، نشكر الرئيس الجمهورية لتغييره ونأمل من القيادة الجديدة أن تسد تلك الفراغات التي كانت حاصلة نتيجة للقيادة قصور في الأداء للقيادة السابقة. نعم أستاذ محمد، يعني المتحدث باسم الجيش الوطني تحدث على أن الهدنة انتهت، هل نحن إذن بصدد عملية تحرير أوسع وأسرع؟ حقيقة الهدنة في تعز لم يكن لها أثر، الهدنة في تعز هي مجرد يعني تكثيف للقصف والتكثيف للضرب وتشتداد للمعارك. من خلال الهدنة السابقة كامل أبناء تعز عندما يعلن عن هدنة يشتد مخاوفهم من بشاعة القصف، القصف كان عنيف خلال الأيام الماضية، لكن قرار التحرير قد تم اتخاذه ومدى القدرة على التحقيق على الأرض هذا خاضع لطبيعة المعركة. فالمسار العسكري يوازيه مسار سياسي والمسار السياسي له حساباته، ولنا قيادة هي من تحدد الخطوات وتحدد المدى كل مرحلة والجميع متقيد ويعني هو يعني طوع أوامر القيادة العليا لل. إذن شكرا جزيلا لك محمد النقيب القيادي في المقاومة الشعبية، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة إليك أستاذ فهد. أستاذ فهد دعني يعني أخذ ربما آخر الكلام من الأستاذ محمد النقيب وهو يتحدث عن المسار العسكري
وجه المسار السياسي والذي له حساباته، هل نحن بانتظار يعني ما الذي يمكن أن يقدمه المسار السياسي، خاصة ونحن نجد أن يعني هناك كلما تقدم الجيش أعلنت هدنة، وكلما تحدثنا عن يعني مسار سياسي تتوقف المعارك هنا أو هناك؟ السؤال وجهني استاذ فهد، هل تسمعني؟ نعم 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 نعم. في حقيقه الامر وصلت الحكومه الشرعيه اعطت فرص كثيره، اعطت للعالم فرص كثيره، يعني وضحت للعالم انها كانت تريد سلام، وان كان في حقيقه الامر ان هذا السلام الذي ابتداته الحكومه مع جماعه الحوثيين كان هو سلاما خاطئا منذ البدايه، كانت البدايه خاطئه ولذلك افرزت النتائج خاطئه. نفس الاخطاء التي حصلت في مؤتمر الحوار الوطني عندما تم قبول جماعه الحوثيين ان تدخل الحوار مع السلاح ودون ان تتحول الى كيان سياسي واضح وحصلت تلك النتائج الكارثيه، نفس الامر حصل الان عندما تعلن امام العالم بانها جماعه انقلابيه وانقلبت على السلطه ثم تدخل معها في حوارات مباشره في عدد من دول العالم على تقاسم السلطه، وافرزت هذه النتيجه التي كانت الجماعه ترفض اي وصول الى اي حل وتعرقل اي وصول الى الحل. على كل حال الحكومه يبدو انها استفادت كثير من تلك الاخطاء ووصلت الى مرحله الرئيس عبد الرؤوف منصور هادي الان يعني تساهل كثيرا، كان يعول على المسار السياسي الذي سيكون جزءا منه، ولكنه شعر ان هذا المسار السياسي ان العالم او ربما الدول التي وقفت مع جماعه الحوثيين وصلت الى قناعه بانه يجب ابعاد او ازاحه هادي عن المشهد. هنا دفع الرئيس هادي الى ان يرفض هذه المبادره للمره الاولى منذ صعوده الى السلطه بهذه الطريقه التي تصلب فيها. كانت هذا التصلب او كان هذا الموقف بشكل جيد انعكس على المقاومه، انعكس على الجيش الوطني، انعكس على العمليه السياسيه بالكامل. هذه جماعه لا يمكن ان يعني استفدنا من تجارب سابقه كثيره، لم تلتزم باي اتفاق، لا تعر اي اهتمام لاي اتفاقات سواء كانت سياسيه موقعه في الداخل او مع الخارج، وبالتالي المسار السياسي ينبغي ان يعود الى مساره الصحيح، ان يكون اي مسار يعني استاذ فهد يعني ما هو المسار الصحيح. نعم للمسار نعم السياسي يعني نعم، خاصة يعني ونحن نتحدث عن أهمية دور الحكومة والتحالف العربي في هذه الفترة، ونحن نعرف أن القوي على الأرض هو القوي في المسار السياسي. هناك استراتيجية انطلق منها الرئيس هادي وهي كانت استراتيجية خاطئة مع الأسف وكلفتنا الكثير وأخرت عملية الحسم وأرهقت التحالف وأرهقت الشرعية. كان الرئيس عبد الرب منصور هادي ينظر إلى الجيش الوطني أو إلى المقاومة الشعبية على أنها أداة لتهديد الطرف الآخر بأن يعود إلى المسار السياسي وليس العكس. بمعنى كان الأولى كما هو الآن أن تكون المقاومة والجيش الوطني هي الأصل وأن يكون المسار السياسي هو تغطية لمسار المقاومة، لكن اللي حصل خلال الفترة الماضية هو العكس. بمعنى كانت المقاومة وكان الجيش الوطني يشتغل على الأرض ولم يكن هنالك تغطية سياسية، كانت التغطية السياسية التي تمارس عبر الحوارات في الكويت أو في بلكي سويسرا او في غيرها كانت تسير في اتجاه اخر غير اتجاه المقاومه. نعم اتجاه المقاومه ينبغي او شروط المقاومه او شروط الجيش الوطني او شروط الشارع اليمني الذي يطرحها اليوم حول الانقلاب ينبغي ان تطرح على الطاوله وان يكون المسار السياسي يعني ممثلا لتلك الشروط وليس العكس. هذا ما يجب ان يحصل الان من اجل ان تعود المسار السياسي الى مسار الصحيح. نعم، اذا شكرا جزيلا لك الكاتب والصحفي فهد سلطان، كنت معنا عبر سكايب من الرياض. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.